كشفت وثيقة منسوبة لجماعة الإخوان سعيها إلى تخطيطها لدعم المقاول محمد علي ووائل غنيم الناشط السياسي عن طريق استغلال الفيديوهات التي يتم نشرها وتحريض المواطنين ضد قيادات الدولة والقوات المسلحة. وده المستند اللي تم نشره، وهنشوف دلوقتي إيه اللي مكتوب فيه. وقالت الوثيقة التي كشفت المخطط: بناء على ما تم في اجتماع مكتب الإرشاد أصالة الفكر واستمرارية المشروع لبحث المستجدات الموجودة على الساحة العالمية، وخاصة فيما يخص الشأن المصري، وبعد دراسة التطورات التي تحدث الآن من تزايد حالة الاحتقان بين أوساط الشعب المصري والتي تجلت في الفترة الأخيرة نتيجة لما يشهده المواطنين من تضييق للحريات وإجراءات تصفية من نظام الانقلاب، فقد تقرر الآتي: دعم حركة الشعب المصري للتمرد ضد ما يعيشه من ظلم وقهر على كل المستويات. 2. توجيه كافة الدعم اللازم من خلال قواعد الجماعة بكل دول العالم، وخاصة جمهورية مصر العربية. 3. توجيه كافة الأسلحة الإعلامية وكتائب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجماعة بالاستمرار في شن الحملات المضادة على نظام الانقلاب، ودعم كل من الفنان محمد علي والناشط وائل غنيم وكل شجاع يقوم بمواجهة ذلك النظام الفاسد. 4. التأكيد على توحيد صف المعارضة وتوضيح أنه في حالة سقوط النظام لن تتقدم الجماعة لشغل أي منصب سياسي، وستكتفي فقط بالمشاركة في مجلس النواب بحصة متساوية مع الجميع. 5. الإخطار الفوري في حالة التواصل لعقد أي تحالفات سياسية خلال الفترة المقبلة عن طريق الطرق المتعارف عليها لبحث جدواها واتخاذ ما يلزم. تم بحمد الله، ونسأله تعالى المدد والتوفيق والعون والبركة. التوقيع الإخوان المسلمون. وده مكتب الإرشاد، محضر الاجتماع الدوري رقم 102 بتاريخ 16 سبتمبر 2019، ورقم القيد بالدفتر 718 على دال. صورا زعموا أنها صورا مسربة لفيلا محمد رمضان الجديدة التي اشتراها الفنان محمد رمضان من محمد علي في مارينا الساحل الشمالي. ووفقا لما ذكره النشطاء، فإن الصور المتداولة تم تسريبها بعد أن تم عرض الفيلا للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، حيث تم عرض الفيلا للبيع بمبلغ 25 مليون جنيه. وتحتوي الفيلا التي اشتراها الفنان محمد رمضان وتقع في بوابة 7 بقرية مارينا في الساحل الشمالي على 5 غرف نوم وخمس حمامات، وتحتوي على جاكوزي وحمام سباحة كبير، وتبلغ مساحتها الإجمالية 10764 قدم مربع، أي ما يعادل 1000 متر مربع تقريبا. وكانت مصادر مقربة من الفنان محمد رمضان أعلنت في وقت سابق شراؤه فيلا الفنان والمنتج الشاب محمد علي في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، وذلك مقابل مبلغ مالي ضخم، وذلك بعد أن قام محمد علي بعرض الفيلا للبيع نظرا لمروره بضائقة مالية. وأفادت المصادر أن الفنان المتألق محمد رمضان كان قد اشترى الفيلا والتي وصفوها بالتحفة الفنية من خلال وسيط تمم عملية البيع، موضحين أن الفيلا تعد الأفضل في قرى الساحل الشمالي بفضل مساحتها ومكانها وفخامتها. وكان والد محمد علي قد كشف أن محمد رمضان اشترى الفيلا بمبلغ 10 ملايين جنيه، وإليكم الآن صور الفيلا وبعدها صور نادرة لمحمد علي مع زوجته وأبنائه. دي الفيلا اللي اشتراها محمد رمضان، وكانت بتاعت محمد علي، وهنا فيها حمام سباحة كبير طبعا، هي عبارة عن دورين فيها 5 غرف وخمس حمامات. ده الاستقبال في الدور الأرضي، وهنا ده جزء من الاستقبال، وفي طبعا مكان قعدة وتلفزيون
طبعا البيع تم باللي فيها الفيلا بكل ما فيها، وبرضو مكان للأكل كده في الاستقبال، وهنا ده المطبخ، هتلاقي الشبابيك كلها ألوميتال وإزاز وسلك وحديد. نطلع برا بعد الاستقبال هنلاقي تندة كده حلوة ويتوصل لحمام السباحة، ومكان للقعاد على حمام السباحة والأكل، وفي الغرف مكيفة فيها تكييف ومراوح وغرف ماستر بحمام، حمام طبعا رخام في رخام وستيلو وحواض ساقطة في الرخام، ودي غرفة تانية والشبابيك شيش حصيرة وألوميتال حديث، والمطلات من الدور العلوي تشوف جزء من البحر، دي مطلات تانية فيها مكان بقى إيه، ممكن تشوي، ممكن تعمل بلكونات كبيرة. ده المطل من فوق، وده المدخل بتاع الغرف، فيها دواليب داخلة في الحائط عشان ما تاخدش مساحة، ودي غرفة تانية، فيلا فخمة جدا. ده محمد رمضان نمبر 1. كنت راكب العربية من شوية وحد بعت لي حاجة فقلقتني، والناس بتسأل، يعني أنا بحاول أطمنهم على المستوى الشخصي وأقول لهم أخوانا ما تقلقوش، بلدنا قوية وإلى آخره، إنما الأمور شوية كده بقت فيها درجة من درجات القلق. عشان كده أنا بقول لحضراتكم، اللي يقول لك الشعب يريد إسقاط النظام قول له الشعب يريد بقاء النظام. انا ما اقصدش بالنظام لا شخص ولا مجموعة اشخاص، النظام هنا يعني الانضباط. احنا شفنا الفيلم ده قبل من كده واتلسعنا على قفانا، وفكرة التمرد والخروج على القواعد وعلى القوانين وعلى النظم الى اخره، دي فكرة كارثية. احنا في بلد وفي منطقة وفي توقيت يحتاج ان احنا نتكاتف حوالين مؤسساتنا وقيادتنا وعلمنا. العلم ده الرسالة ببساطة، بص حواليك اللي بيحصل في كل المنطقة، بص اللي بيحصل في ليبيا، بص اللي بيحصل في السعودية، بص اللي بيحصل في السودان، بص اللي بيحصل في اثيوبيا، بص انتخابات اسرائيل النهاردة. احنا في وضع سيء، مش وضع ابدا لا نقعد ندور على قصر وسور. وانا مع احترامي طبعا للكلام ده كله، ولازم يكون في شفافيه ولازم يكون في وضوح اكتر احنا بنعمل ايه ليه، انما ده لو ما حصلش، حتى لو ما كانش فيه الشفافيه بالقدر اللي انا عايزه، ده لا يعني باي حال من الاحوال ان انا اروح لواحد عايش بره مصر ايا ما كان اسمه، اي هرب معرفش هرب ليه، بيتمول من مين، بيكلم مين، بيتخابر مع مين، حتى لو في غلطة، حتى لو في غلطة في بيتي، حتى لو في غلطة في عربيتي، حتى لو في غلطة، ده مش مبرر ان اولع في البيت ولا ان انا اولع في العربية ولا ان انا ادمر علاقتي ببلدي. لا، انا بقول لحضراتكم كلمتين والله على ما اقول شهيد. في هذا التوقيت الحاجة الوحيدة الصح ان تكون اكثر تمسكا بعلم بلدك، ومن يحمي علم بلدك في هذه الحالة هم اهلنا. لبسوا بقى لبس جيش، لبسوا ضباط، كانوا دكاترة في مستشفى بيعالجوا ناس، كانوا اي مكان. في اللحظة دي احنا لا نملك غير ان اللي نسمعه، انا بقول لحضراتكم تجاهلوا. واحد يقول لي اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة. الحل الاسلم النهارده انك ما تعملش حاجه، ما تمشيش مع الفوضى. في بعض الاحيان لما يكون في فتن وناس عماله تنشر شائعات وقنوات بتضربك ومخابرات بتعمل، ولا كانك سامح حاجه. في طرق منتظمه للتغيير السياسي لو عايزين، في انتخابات هتيجي، برلمان بقى وشورى ومش عارف ايه، كل ده وارد. انما حافظ على النظام. اللي يقول لك الشعب يريد اسقاط النظام، هو مش قصده الرجيم، مش قصده النظام الحاكم، هو قصده الانضباط في البلد. انا خلصت الكلمتين، انا عندي مشوار، سقفت على جنب، بقول لحضراتكم الكلمتين دول، وانا بطالب كل الناس اللي عندها اي بي سي سياسه، انت في منطقه وفي بلد وفي توقيت، اي فعل عشوائي
نتائجه كارثيه. انا لا بقول ده دفاعا عن اشخاص ولا مجموعه اشخاص ولا احزاب ولا جماعات ولا الكلام ده كله. هذه لحظه البلد عايزه تقف على رجليها. لازم نتواصى ببلدنا، عارفين يقول لك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انت تتواصى بحب هذه البلد. انا لا اعرف مين بيقول ايه من انهي حته وعايز يولع في ايه عشان ما اعرفش عنده فلوس ايه، يعني كان خد فلوسه كان ما اعرفش، انا ماليش دعوه انا بالحواديت دي كلها وكل الاسماء اللي كانت في يوم من الايام مهمه في يعني في ثوره وعشوائيه والاخره. احنا بنقول لهم عملتم اللي عليكم، ربنا سترها معانا، خلاص تواصوا بالبلد. الشعب يريد بقاء النظام، مش اقصد الرجيم، انا اقصد الديسيبلين، الانضباط. واي حد يقودك لغير كده اعرف انه بيقودك لفوضى لن ننجو منها. انا قلت الكلمتين اللي عندي وما كانش يعني، يلا اشوفكم على خير واهدوا، مفيش حاجه يعني، اسمع كده كده بسمع نكته يعني، اهدى خالص ولا حاجه. طول ما احنا واقفين مع بعض، وزي ما يعني الرئيس فيهم قال لك اهو كده، طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض سيبك من الكلام الكتير ده، ويرجع لازم تسالي نفسها يعني، واحد قاعد فاضي ما بيعملش حاجه في بره يعني 200 ويشتم وفلان عمل وسوق، طب ما انا ممكن اقعد وابانه ما اعرفش ايه ب 15 مليون جنيه ومش عارف، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. ولو في اخطاء تعالج داخليا في مؤسسات ما ينفعش تحكمها من براها. ما ينفعش تقول لي انا هدخل مؤسسه زي المؤسسه العسكريه ونقف من بره نحدفها بالطوب. اللي عايز يصلح مبنى بيدخله، اللي عايز يولع في مبنى بيولع فيه من بره، انا مش عايز حد يولع في مبنى من مباني مصر. خلاص شكرا. والقوى السياسيه خدت فرصتها وفشلت فشلا ذريعا. بس انا يعني معلش طولت عليكم، يلا روح بقى اكمل مشواري، وهدوا وابتسموا والبلد دي بخير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، واحنا اقوياء جدا جدا جدا، وهنقدر نحافظ على بلدنا. ولو في اخطاء هنعالجها بطريقتنا، باللي في الاخر خالص يصلح الخطا من غير ما تعمل مصيبه اكبر. ما انت ممكن تصلح خطا وتموت العيان يعني، موت البلد عشان اصل مش عارف سور ايه ولا مستشفى ايه ولا ما اعرفش قصر ايه والكلام ده كله، كل ده في اطار المائده الوطنيه المصريه يتعالج، انما حدفوا طوب من بره ومخورات واجهزه، لا لا احنا خلاص اتعلمنا وعرفنا. مش طولت عليكم بقى فعلا عني، اشوفكم على خير، واضحكوا وابتسموا مفيش حاجه تقل خالص. السلام عليكم.